هاد السلاح ذكرى من المرحوم أبي يا محمد. طول الفترة الماضية أنا كنت محتار كتير إذا بعطيه لإلك ولا لا أخوك لوقت ما تعرضنا لهي الحادثة. يعني إنهم يخطفوا بنتنا ليلى ويضغطوا علينا مشان ما ننقذ الأمير محمد، هذا الشيء بيبين إنه ما ضل عندهم قوة. بتذكر جيتكم لهون كأنه مبارح يا جلال. أنا بفتخر بكل أولادي اللي ربيتهم، أجدار وزوزان وكل اللي سبقونا وعم يستنونا على باب الجنة. بعتقد أي حدا بمكانك كان ممكن يفكر بهي الطريقة، بس يلي أنت سويته بيستحق يلي أنت عم تعاني هلأ يا أخي. لهذا السبب لازم تفكر هلأ مين رح يقعد على العرش بعد جلالة السلطان أو بعد الأمير مراد أو الأمير محمد. كل يلي صار التمرد وموت داود باشا وإنه خلوني قابل بوريس، حتى تقريباً هنن يلي بعتوني لقاتل بوريس. إيه كيف الشغل بفك الشيفرات؟ بس نحل الأولى الباقي سهل. يعني ما عاد في داعي لإلي. معقولة هالحكي؟ حتى بالحقيقة أنا كنت رح روح اليوم لشوفه، يعني لنشتغل مع بعض. بس إيه ليش ما أجيت؟ يلي فجروا هالقهوة وقتلوا كل هالأبرياء، صدقني ما عندهم أي مشكلة طلباتكم بالحرية يا أخي. هن مجموعة خونة وهدفهم الأساسي إنه يقتلوا الأبرياء وينشروا الفساد. يلا انتشروا بالمكان بسرعة، لا تضلوا واقفين هون يا جماعة. يلا أنا رايح فورا، في كتير مصابين. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف شلون فجروا المكان. خلينا نفترق. الله لا يوفقهم. شو ذنب هالناس هدول؟ لسا النار شعلان. ليش اتأخرت هيك؟ شو الوضع؟ حتى بالتشكيلات ما في ولا بنت بتضرب بهالطريقة. بالتشكيلات؟ ليش تشكيلات الأخوة ما تفككت؟ لا تصدق كل شي بنقال. يلا نروح، ما فينا نخليه عم يستنى كتير. يلا. كنت رايحة لهونيك قبل ما وصل بشوي محمد فاروق قال لي إنه القهوة طارت بالهواء، وقال لي إنه قبل دقيقتين كل يلي مجتمعين بالقهوة كانوا عم يحلموا بمستقبل أفضل للدولة. قال لي طاروا بالانفجار وتقطعت أجسامهم، وكمان صار انفجار كبير بمديرية الرسائل والتلغراف وبمعسكر الجيش. أي حدا عنده مشكلة مع السلطان كان ممكن إنه يهاجم هداك المكان، بس الكل بيعرفوا إنه هديك القهوة ما بيجتمع فيها غير المعارضين والمثقفين. مفكرين رح يجبرونا نتراجع عن هدفنا، ما بيعرفوا إنه ما رح نتراجع بنوب. مشينا بهالطريق لندافع عن حريتنا وكرامتنا ووجودنا وشرفنا وعزة نفسنا، ما في شي ممكن يوقفنا. لا انت بتتراجعي ولا انا بتراجع، بس على هالحال كتار من اصدقائنا ممكن انهم يضعفوا ويتراجعوا عن طريقنا يا فريحة. ايه تراجعوا، ما في شي بهالدنيا ممكن يضعفني ويخليني اتراجع.
صدقيني ما بعرف يا أخي. المعسكر يلي بتقسيم ومديرية التلغراف وقهوة المعارضين لسه في انفجارات بالمعسكر، في خسائر بشرية، العربات ما عم تلحق نقل الجرحى. خالتي أنا رايحة. لا يا بنتي، لوين رايحة بهالليل؟ ما سمعتي قال إنه في كتير جرحى؟ بل أسمعت، يعني ما في غيرك دكتورة بهالبلد؟ خلي غيرك يتصرف. عم تحكي وكأنك ما بتعرفي إني مستحيل ضل بالبيت وفي جرحى. أنا رايحة على المشفى. ليلى لا تقلقي عليها. الشهداء كبير كتير، الله يرحمهم ويغفر لهم. والانفجار يلي صار بالقهوة، أنا سألت الكل، ما حدا بيعرف مين يلي حط القنبلة وشلون حطها. شو الوضع بالمعسكر يا غضنفر؟ الوضع كارثي يا باشا، الانفجارات ما عم توقف، وجماعة الإطفاء عم يحاولوا يمنعوا الحريق إنه يوصل لمستودعات الذخيرة. طيب يا ترى في شي خبر عن المعسكرات الثانية؟ الحمد لله أنه ما صار شي هنيك، بس عديمين الشرف هاجموا معسكر تقسيم، فجروا قهوة المعارضين ومديرية التلغراف. أكيد في هدف لحتى يفجروا كل هالأماكن مع بعض، بس شو هو؟ ومين ورا التفجير؟ الكل. نحن لازم نشك بالكل هلأ مصطفى، لازم نحط الإنجليز بهالقائمة كمان. الإنجليز؟ ليش يا باشا؟ شعلوا النار بمصر وهلأ هني حاطين عيونهم على السودان كمان. معك حق، لأنه في وراء بين إيدينا هلأ بتثبت إنه خديوي مصر تحالف مع الإنجليز بالسر. بهالحالة الإنجليز ضربوا عصفورين بحجر واحد. طيب يا مصطفى، الإنجليز شو راح يستفيدوا من التفجيرات باسطنبول؟ إذا توترت اسطنبول وقت الشرق الأوسط رح يفقد كل قوته. ما عم قول إنه الإنجليز، بس يلي عمل هالعملة واقف وعم يتطلع بعيوننا. عم يتطلع بعيوننا؟ شلون يعني يا مصطفى؟ يعني عملوا عملتهم هنن وعم يتطلعوا فينا. المفروض توصلنا المعلومات عن كل التحركات يلي عم تصير ضمن الدولة العثمانية. ما رح توصلنا معلومات لتتصلح مديرية التلغراف. هنن عارفانين شو عم يساووا، قطعوا كل الخطوط علينا، بس نحنا لازم نحط الإنجليز بقائمة المشتبه فيهم يا مصطفى. لا، مو الإنجليز، الروس. اللي عملتوها الليلة كبير كتير، تفضلوا خلونا نحتفل بالنصر. شكرا سيدي. شكرا لك. البلبلة اللي كان بدنا ياها صارت، وبكرة لما تنهوا باقي مهمتكن رح تضطر الدولة العثمانية إن تحارب روسيا مثل ما بده السيد الكبير. القيصر ما بيعرف بقصة تفجيرات ما؟ لا ما بيعرف، هو بس بيعرف بمهمة بكرة. طيب وبركي عرف بهالشي؟ مثل ما بتعرفوا صار تفجير بمديرية التلغراف وتدمرت، لهيك كيف بدنا نبعث له رسالة تلغراف لنخبره؟ ايه، البناء طار بالهواء. لما نحقق هدف هالمهمة والعثمانيين يعلنوا حربهم على روسيا، القيصر نيكولاي رح يستغرب كتير. طيب يا سادة، نحكي بشغلنا بكرة؟ ايه اكيد، كل الامور جاهزة؟ المفروض نستلم البضاعة هالليلة. ميترا، فالات، طلعوا من السفارة من الباب السري، ما بدي حدا يشوفكم أبدا. واثق من زهارياس إنه ما رح يغلط؟ لا ما رح يغلط يا فالات. We'll be right back.
شو هالحكي هاد يا مصطفى؟ ما حدا بيضرب هيك ضربة غير الروس؟ أنا متأكدة. أنا متأكدة إنه هالرجال روسي. شفت وشه منيح وقت اتخانقت معه. يعني ما في بين ايدينا غير هالدليل هلا؟ في معي شيء. كبريت فرنسي. في هذا الفتيل الانجليزي. وشقفة من القنبلة في احتمال تكون صناعة روسية. واضح تماما انه في حدا عم يحاول يصيد بالمي العكرة. مصطفى، إذا الروس هنن ورا هي التفجيرات، شو هو هدفهم يا أخي؟ هذا لغز جديد. على أكيد رح تصير فتنة بعد ما تفجرت قهوة المعارضين، ورح يصير توتر بالجيش بعد ما تفجر معسكر التقسيم، وبتفجير مديرية التلغراف انقطعت الاتصالات. هاي المعلومات بخصوص عدد الشهداء والجرحى. عشرين شهيد بالمعسكر، 9 شهداء بمديرية التلغراف والقهوة، 40 جريح، 9 منهم حالتهم خطيرة. طيب، معقول ما حدا شاف أو سمع أي شيء أبداً؟ يعني هالقنابل نزلت من السماء؟ بلشنا التحقيقات يا جلالة السلطان. شو رح نستفيد من التحقيقات بعد ما تصير الكارثة؟ بعتقد واجبنا ناخذ احتياطاتنا لهيك كوارث. بما انهم قدروا يوصلوا لمعسكر بنص المدينة وفجروا بسهولة واستشهد كثير من اولادنا، مين بيعرف بمعسكراتنا البعيدة شو ممكن يساووا؟ مو هيك يا حضرة الباشا؟ انا بظن التفجير صار من جوات المعسكر، لانه جلالتك مانع بهي السهولة حدا يفوت على المعسكر يفجره ويقدر يهرب. أنا ما بعرف شو الأسوأ بهالحادثة، يعني إنه أعدائنا يتجاوزوا كل حدودنا ويفوتوا على معسكراتنا ويفجروها، أو إنه طلع من الشعب خونة وأعداء لدرجة إنهم يقتلوا بهالوحشية هاي الناس يلي كانوا أخوتهم بالسلاح. هذا الشي بيعني إنه نحن فشلنا بتربايتهم. ما بعرف شو هو الشي الأسوأ. عنا كتير شهداء؟ في 20 شهيد بالمعسكر، وفي 9 شهداء بمديرية التلغراف وبالقهوة، و40 جريح. الله يرحمهم ويشفي جرحى. دخيلكم ما عم بقدر اتحمل. اعطيني الشاش. ساعدوني. رحمون. دخيلكم. جيبي لي شاش كمان. ريحوني من هالوجع. بكفي لبقى تجيبوا مصابين لهون، مو شايفين المشفى قديش تعبى؟ خدوهن على مشافي تانية. ماشي يلا ناخده. النزيف ما عم يوقف. ساعدوني. 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 يا الله دخيلة. دكتورة تعالي. دخيلكم ما عاد فيني اتحمل. أنا رح أعيد سؤالي، جاوبني يا مصطفى، إذا الروس هنن ورا هالتفجيرات شو قصدهم بالنهاية يا أخي؟ نحن نعرف منيح يا جماعة شو الطريقة يلي قمعوا فيها التمرد يلي صار بالقوقاز، مع أنه الناس يلي هنيك عم يقاومون بطريقة فظيعة وهنن ما عم يستسلموا بسهولة تجاه الروس.
أنا ما عم أقدر أفهم يلي عم بيصير. يعني بدهم يحاسبوا يلي بلقوا قاز عن طريقنا يا أخي؟ ما حدا بيعرف شو هي تكتيكات الحروب الجديدة، بس الكل في عندهم حسابات بكل مكان. مصطفى، اللي بسرعة، أنت في شي براسك؟ في شخص مهم رح يجي من القوقاز لإسطنبول بهالكم يوم، نحن لازم نحميه. من بعد الشيخ شامل صار قائد القوقاز الجديد هو الشيخ بندر. يمكن الروس أو حدا عم يستخدم اسم الروس ليدبروا مؤامرة كبيرة لوطننا. نحن الروس ما رح ننسى معروفك هذا أبداً يا سيد زهارياس. بتكون البضاعة عم تتسلم لجماعتكم هلا، لا تنسى هالمعروف أبداً، بس لازم تنساني. حطونا على العربي. على مهلكم. ما بحب أي حدا يراقبني. هي عقوبتك على هذا الشيء. ابني، انت ليش جبت لي قائمة الأسماء هاي؟ شو رح تفيدني قائمة أسماء الموظفين يلي بالسفارة؟ بتجيب لي تقرير عن كل تحركاتهم؟ خد هاي لشوف. يلا. أنت المسؤول عن السفارة الروسية؟ إيه، مجموعتي بتراقب السفارة الروسية، كل مندوبينها باسطنبول. ما لاحظنا أي شيء ما له طبيعي بهالفترة. أنا متأكدة إنه الرجال يلي ضربته هو روسي. حدا جديد إجا على السفارة بهالكم يوم؟ مخبرنا يلي بالسفارة خبرني مبارح إنه في 2 إجوا على السفارة، بس حسب معلوماته هنن تجار قطن. بس ما كان شكله تاجر ليلي تخانقت معه. بكل الأحوال مخبرنا عم يراقبهم يا سيدي. كتير منيح، إذا صار شي خبرنا. تحت أمرك. ما في داعي تستخفي بالناس وتحكي معهم بهي الطريقة. بس أنا ما عم بستخف بأي حدا مصطفى، هذا أسلوبي بالكلام. ما حدا بيقدر يجادلك؟ الوضع كتير ملخبط بسبب هالحوادث الأخيرة، الناس كتير متوترين. أنا وعلي ما رح نكفي، لهالسبب كبرت الفريق، صرنا 5 أشخاص. على الأغلب قصدك 4 أشخاص، مو هيك شريك؟ 5. ليش 5؟ تعال لشوف يا أحمد،
أنا تحت أمرك سيدي. هلأ ما عاد في داعي تقلي سيدي، أنت ما عادت عسكري. مبروك عليك الاستخبارات. كيف؟ مو بدك حدا يساعدك، هاي أحمد. صح بدي حدا يساعدني، بس هاد يا دوب يقدر يساوي لي الشاي والقهوة. نسيت إنه تمرد على الدولة العلية وتآمر علينا؟ فرح، لا تنسي موضوع المدرسة التابعة للجمعية. أنا رح بلش بالتدريس اليوم. غدا فار بتروح على المشافي فوراً، تسأل المصابين بلكي منصل لشي. طيب تحت أمرك. وشو من شاني أنا؟ خذها للسيد أوستا، بتقله لقيتها بمديرية التلغراف. أمرك سيدي. وكمان خبروا مصطفى إنه ما يلحسب لسانه، أحسن ما يتسمم ويصير له شي. يلا يا عسكري. سيدي، مخبرنا اللي عم يراقب التجار الروس لقوه هلأ مقتول. امشي. معلش اجي معكم. روحي على مدرسة الجمعية. يلا تعالي تعالي. حطيتي كل شيء بالسلم؟ مصطفى خير؟ يلا خلينا نستعجل. شو في شيء حابب انك تقلي اياه يا اخي؟ مثل شو؟ مثلا يعني اذا كنت متضايق او في شيء زعجك قلي يا مصطفى. اخي سألني سؤال مثل العالم والناس، واضح انه انت يلي في شيء زعجك. ها؟ انا بحملها. سوريا، سوريا انت منيحة؟ شو صار لك؟ انجرحتي او تأذيتي شي؟ شنطة، هداك الحرامي اخذ الشنطة وهرب. وشو في جوات الشنطة لترجع شي حالك كل هالقد؟ فيها مجوهرات ولا مصاري؟ خلاص علي تركنا من الشنطة، ما فيها شي. منحكي بعدين بالموضوع، ماشي؟ يلا نمشي. يلا بين ما كانوا مشغولين بالانفجارات، نحن بعتنا كل رجالنا للأماكن يلي طلبتها يا سيدي. لا مو كل رجالنا يا جميل، مثل ما بتعرف لسه في القائد جلال ما بعتناه على مكان. بالنسبة لإلنا هو سلاح خطير، بس نحن منفضل إنه نخبيه جوات الخزانة يا جميل، من شان تحقيق أهداف المجلس المعظم. أنت مستعد لتنفذ كل أوامرنا يا جلال؟ مستعد. حتى لو اضطريت تضحي بحياتك؟ مستعد. أنتوا مستعدين تقاتلوا للموت؟ مستعدين. رح طلعك من العدمة، وأنا بعينك لتكون القائد الأول لتشكيلاتنا العسكرية. أنت يلي قتلت أبي داود. داود ماشي هو أبي. فرح. أبونا باتريس، وهداك يلي مسمي حاله أبوك هو يلي قتله، وأنا أخذت عهد على حالي أني انتقم منه يا فرح. وأنا يا جلال بوعدك تقول ماني عايشة، رح انتقم لأبي داود. انت مين ابوك يا جلال؟ اللي انت بتعرف مين ابوك؟ بتعرف مين هو اول رجال بهالدنيا حملك بحضنه؟ مين يلي زرع هالشك جوات قلبك يا ابني؟ جلال؟ مين يلي خلى إيمانك يضعف؟
بالدعوة اللي كلياتنا منآمن فيها وبأخوانك اللي عم يستنوك على باب الجنة. فرح؟ يعني قصدك تقول انه ابوه هو اكتر شخص عدو للدولة العثمانية؟ هذا هو قصدك؟ ايه هاد قصدي. لا كذب، كذابة. امي لو سمحتي بترجاكي عطيني سبب واحد يخلي فرح تقول اللي قالته، بس سبب واحد. يعني قلي لي هلأ فرح ليش لحتى تكذب عليكي، وليش لحتى تكذب علي كمان؟ الظاهر فرح تعبت من طريق تشكيلات الأخوة واختارت إنها تمشي بالطريق الأسهل، وعم تحاول إنها تضحك عليك لتمشوا سوا. كذبت عليك هاي الكذبة، وانت بكل بساطة سمعت وصدقت كلامها مو هيك؟ أمي من كم يوم كنت رح أقتل الرجال، هو قال لي ابني أوسون يا أمي، أوسون ابني، هو نادالي يا ابني. مين يلي حملني أول ما ولدت؟ مين أول حدا قال اسمي بأداني؟ مين يلي عطاني اسمي؟ أنا مين؟ مين هو أبي ومين عيلتي؟ في عندك أجوبة على هي الأسئلة؟ هاد يلي كنت متوقعه. طعمتها الديناميت حلوة، هن ساووا القنبلة سميكة مشان يكون الانفجار كبير، كل ما ضغطنا البارود جواتها بيصير حجم الانفجار أكبر. مو واضح صناعة وين. نيهان جيبي لي زيت النفط يا بنتي. حاضر. تفضل بابا. مثل ما توقعت بالضبط. خير؟ قربوا طلعوا. انتو شايفين العلامية اللي هون؟ كأنه بتشبه النسر. ايه شو معناتها؟ شو معناتها؟ يعني انتاج روسي. النسر، النسر ذو الرأس المزدوج، هالشعار للقيصر نيكولاي الروسي. يلا يلا استعجوا شوي يا رجال. ما بدي مصاري، الله يشهد علي أنا رح أضل عم حارب بالدولة العثمانية لأخذ بيتارو لأبي. شو وسطه هاد؟ الدولة العثمانية شنقت أبوه. وشو السبب؟ اغتصاب وجريمة قتل. هذا هو الشخص المناسب، اختيارك صح. خليه يفكر انه رح يحارب الدولة العثمانية. ميترا تعال ساعدني، ما في عنا وقت نضيعه. استعجلوا يا رجال بسرعة. يلا بسرعة بسرعة. Thank you.
مصطفى، هنن أخذوا بضاعة ولا سلموا بضاعة؟ أخذوا بضاعة. أنت متأكد يا أخي؟ أسر هالعربي أغمق من هداك الأسر، اجت العربي من هداك الطرف، ومثل ما واضح أن رجعت برجوع لهون وانغرزت هون بالطين. يعني اجوا عربياتهم فاضية وحملوا البضاعة هون؟ ايه هيك بالضبط، على الأكيد حملوا أسلحة. لحظة مصطفى، هنن شو رح يساووا بكل هالأسلحة يا أخي؟ من الواضح أنهم عم يخططوا لشغلة كبيرة. أنا رح أروح وأسأل السفير. وأنا رح أروح وشوف شو صار مع أحمد والسيد أوستا. تفضل. أختي ليلى، أنا لازم حقق مع المصابين بخصوص يلي صار. مو مشكلة، ساوي يلي بتلاقيه مناسب. بتوصل لهم هي قبل ما يوصل جنب. صباح الخير يا أولاد. صباح النور يا أنسة. طيب أنا ما رح أزعجكم أكثر. موفقة أنسة هلال. شكرا إلك. صحيح، هلا خطر لي هداك الموضوع، كنت عم تدوري على المعلمة فريحة، لقيتيها يا ترى؟ لا للأسف ما لقيتها. طيب الانفجار يلي صار بالقهوة، يلي استشهدوا السيد خلقي كمال والسيد محمد صفا، المساكين ما ضل منهم أي شيء. الله يرحمهم ويغفر لهم. السيد محمد صفا ولدك مرته صبي قبل كم يوم. ما عم أقدر استوعب مين ممكن يساويها. معقولة في حدا ما عنده ضمير لهي الدرجة ليقتل هالناس الأبرياء وهن مو مشتركين بالتمرد؟ هن المعارضين، برأيك هذا الشيء ما بيكفي؟ معقولة يفجروا فيهم قنبلة بس لأنهم معارضين؟ مهن دائما بينشروا مقالاتهم بالجرايد بشكل قانوني. يلي بالسلطة بيخافوا من الأفكار مو من الجيوش يا فريحة خانم. يعني بتتقبل فكرة إنه يلي فجروا معسكر الدولة العثمانية ومديرية البريد والتلغراف وقهوة المعارضين هن نفسهم يا أستاذ سيرفر؟ عقلي تلخبط وما عاد استوعب شيء. أصلاً الهدف هو إنه نلخبط العقول ونخلق الخوف عند المجتمع يا جماعة. بهي الحالة الشعب ببلش يتوهم إنه الدولة العليا ما بتقدر تأمن له الحماية. يعني هالسم القوي يلي نحن ضربناه بلش يمشي بالدم. أنا بعتقد إنه انفجارات مبارح حققت هدفها. إيه، انفجار سبب التوتر بمعسكرات الجيش، والانفجار الثاني حرض المعارضين وعبى بقلوبهم حب الانتقام. وهلأ دورنا لنخليهم يفكروا انه ورا هاي العملية هن الروس، وهيك بتبلش الحرب يلي بدنا اياها. ايه، وكل الشغلات اللي عم نساويها هي تحت اسم القيصر، هو ما طلب منا نعمل هالشي. وهلأ خلينا نساوي الوظيفة يلي عطانا اياها القيصر نيكولاي ليدعمنا بموضوع آبار النفط يلي بإيران، وهيك منكون وصلنا لهدفنا. أنت رسمت خطة رائعة كتير يا جميل، برافو عليك. رح نضرب عصفورين بحجر واحد، من جهة الحرب يلي رح تصير بين العثمانيين والروس، ومن جهة تانية. لا تتمادى لهالدرجة يا جميل، صعب إنك توقع السلطان بالفخ، مو سهل. ليش عم بتقول هيك؟ طلع فيني يا جميل، بوريس زهارياس كان رجال ذكي
وأحيانا الذكاء بيخلينا نغلط بطريقنا. ما فهمت عليك. يعني ما لازم تستصغر عدوك أبدا، وما لازم كمان تستهين بذكاء السلطان. انتبه، السلطان رجال ذكي كتير، وحتى أنا متأكد هو مستحيل يفوت بحرب مو مستعد لها. معك حق يا زيدي. وهلأ روح بعت للقيصر الهدية. تحت أمرك. جلالتك، زيارة الشيخ بندر لاسطنبول زعجت القيصر بشكل كتير كبير. اسمع يا حضرة السفير، نحن ما بيهمنا أبداً شو هو رأي القيصر بهالزيارة هاي. الشيء الكبير يلي بيهمنا هو ظلمكن للناس الأبرياء يلي بالقوقاز. سيدي يا حضرة السفير، نحن تحاربنا بعدين أسسنا مصلحة بيناتنا، وأنتوا قبل كل شيء عطيتونا وعود كتيرة، وأهم أنكن ما تقربوا أبداً على أخوتنا يلي هنيك. وعدتوا أنكن تخلوهن يعيشوا حسب دينهم وعاداتهم بحرية، بس ما وفيتوا أبداً بوعودكن. نحن منعرف منيح أنه نيتكن تنطفوا القوقاز من كل هالأبرياء يلي عايشين هنيك، ما منسمح لكم بهالشي. جلالتك الشيخ بندر، أنا بعرف تماماً شو بدك تقول. الشيخ شامل كان واقف بيشكم بشجاعة، وانتو ما فيكن ابدا لانه هو مات تستمروا بهالظلم اتجاه يلي هنيك. حتى لو راح الشيخ شامل رح يجي بداله الالاف ليدعموا هالمظالم. انتهيت المقابلة، صار فيك تروح يا حضرة السفير. إذا كان في لدولتكن أي علاقة بالمجازر تبع مبارح بتنتهي المصالحة اللي بيناتنا. خبر هالشي لقيصرك. حضرة السفير. خير، انت شو بدك؟ وصلتنا معلومات انه اجا لعندكن لهون قبل يومين تجار قطن. ايه، كل يوم بيجي لعنا كتير تجار. وين الشي الغريب بهذا الموضوع؟ اسمعني، انا شاكك انه هالتجار مرتكبين ذنب. انت بتعرف شي وين عنوانهم؟ لا ما بعرف شي. معقولة جاي تحقق معي وأنا بقصر السلطان؟ هيك بتتعاملوا مع ضيوفكم؟ أنت ليش فكرتوا تحقيق؟ لا تكون مساوي شي غلط لحتى حقق معك. لا ما سويت أي شي. منيح، خلصت؟ هلأ فيني روح؟ للأسف يا جلالة السلطان في عنا خسائر كبيرة بالأرواح، وخصوصا بالمعسكر لأنه الانفجارات صارت جنب غرف الجنود. بدي من وزارة الحربية تهتم بعائلات كل الشهداء، وأهم شي تصرفوا بسرعة راتب لكل عيلة فيهم. بأمرك جلالة السلطان.
للأسف المعارضين والمثقفين عم يفكروا إنه نحن السبب. عن جد للأسف، معقول يفكروا إنه نحن ممكن إنه نرمي قنابل على أولادنا بس لأنهم عم يخالفونا بالرأي يا بشوات؟ اسمعوني، ما لازم هالمجرمين يهربوا من إيدينا، أنتوا لازم تلاقوا هالمذنبين يلي ارتكبوا هالمجزرة وتطبقوا عليهم أقصى العقوبات. ما لازم يبقى أبداً بالدولة العلية أي مجرم هربان، لأنه إذا هرب هذا الشيء رح يعطي لأعدائنا الجرأة ليتحدونا ويتجاوزوا حدودهم. تحت أمرك يا جلالة السلطان. شو وضع خطوط التلغراف يا باشا؟ المهندسين هلا عم يشتغلوا ليل نهار بدون ما يوقفوا ليصلحوا خطوط التلغراف، وبأقرب وقت كل شيء رح يكون تمام. يعني معقولة ما يكون في بكل هالدولة غير مديرية تلغراف وحدة لحالة وبس؟ ما حدا خطر على باله ولو للحظة انه هالتلغراف ممكن يتعطل ويوقف اتصالنا بباقي الولايات؟ ليش من البداية ما فكرتوا بحل بديل؟